وللمزيد حول زيارة السيد الرئيس لمدينة جدة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية 32 يطلعنا عليها موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. إليك علاء. نعم، تأتي هذه القمة العربية الدورية في نسختها 32 والتي تستضيفها المدينة السعودية جدة في وقت دقيق تمر به المنطقة العربية والعالم بأسره بالعديد من التحديات والأزمات، سواء على صعيد المنطقة العربية أو على صعيد المجتمع الدولي بشكل عام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تابعنا قد وصل إلى جدة ظهر هذا اليوم استعدادا لترأس وفد مصري رفيع المستوى في فعاليات هذه القمة العربية الدورية الهامة. السيد الرئيس سوف يلقي كلمة مصر بطبيعة الأحوال، كلمة هامة تحدث عنها المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إنها كلمة سوف تطرح العديد من المقاربات المصرية التي تتعلق بالحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وأيضا سوف تتطرق كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العديد من الأزمات التي تشهدها المنطقة، سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية أو الأزمة في كل من ليبيا واليمن والعراق، بالإضافة أيضا إلى العديد من أوجه التعاون والتكامل العربية على الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد التنموي. هذه القمة كما أشرنا تأتي لتناقش وتطرح خارطة طريق جديدة للمجتمع العربي لحلحلة الأزمات التي تشهدها العديد من المنطقة، وربما المملكة العربية السعودية كما أطلقت على هذه القمة قمة العودة تعني العودة بشكل أوسع للعديد من المبادئ التي تتعلق بتوحيد الصف العربي لحلحلة الأزمات والقضايا التي يعاني منها وتعاني منها المنطقة العربية منذ سنوات. أولى هذه الأزمات عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر أو الذي ظل شاغرا لمدة 11 عاما بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في هذه القمة، والبحث عن خارطة طريق عربية جديدة لخروج سوريا من أزمتها السياسية الطاحنة، بالإضافة أيضا إلى طرح رؤى عربية جديدة للخروج من الأزمات في كل من اليمن وسوريا، بالإضافة أيضا إلى القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية في ضوء التعديات السافرة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واشتعال هذه الأزمة مؤخرا على خلفية خروقات إسرائيلية في الحق العربي الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا القمة من المنتظر أن تناقش خارطة الطريق العربية الموحدة إذا التفاعل مع الأزمة الروسية الأوكرانية التي جاوزت عامها الأول خلفت أعباء اقتصادية وتنموية كبيرة للمنطقة العربية. هناك موقف عربي موحد وهو الوقوف على الحياد في هذه الأزمة وصياغة أمن عربي جديد في مجال الغذاء وفي مجال الطاقة. أيضا هذه القضية سوف تكون مطروحة بقوة على أجندة عمل الرؤساء والزعماء والقادة العرب المشاركين في هذه القمة الهامة، بالإضافة أيضا إلى النظر في التوصيات التي رفعت إلى القادة والرؤساء العرب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بالإضافة أيضا إلى توصيات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم فعالياته بالأمس برفع عدد كبير من هذه التوصيات التي تبحث عن كما أشرنا صياغة خارطة طريق عربية لتعزيز التكامل بين الدول العربية فيما يتعلق بالأزمات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها من هذه الأزمات التي تعيشها المنطقة. تأتي هذه القمة لبحث كل هذه الأزمات وهذه القضايا وصياغة خارطة طريق عربية موحدة للتفاعل والتعاطي مع كل هذه الأزمات على كل الأصعدة. نعم.